كنصور راسي شي رئيس شنو غنديرو واجدين نخرج حتى اليوم يعني في لاباس ماشي في لاباس غدينا انا لا غادي يكون عندنا بعض الامورات يعني شكون هاد الامور اللي بغا يمكن يعني كاين امور مع واحد المنبر إعلامي على أنه غيشري الصورة اللي خلصنا عليها نعطيو الراجل نعطيو الشارج الراجل غادي يخلصنا بالفلوس ماشي نعطيو شوف نعطيو الصورة ديالنا ولا كان الصورة ديالنا غادي نتخلصو بعد 14 واحد المبلغ اللي هو في الفيلم مهم جدا داخل هاد 20 مليون ديالها اللي كنت كنقولها الأسبوع الجاي ولا من دابا 15 يوم غادي نديرو الإعلام الرسمي وتعرفوا شكون هو هاد المنبر اللي دينا معاه ويكون عنده هو اللي كيعطي كيناقش في الايماج ديال النادي وعنده الحق وهذا كنظن هذا من حقنا نرجع ندير على الاعلامي حيت حنا كنحترم جميع المناظر ولكن حنا اللي ما احترمناش على دورنا دورنا اش غندير هذا الان ماشي هما انا الواحد انا حنا اللي ما احترمناش حنا ما بغيناش نخرجوا في المواجهه وما بغيناش نخرجوا في المواجهه ولكن اخلاقيات المنبر كتفرض على ان كل صحفي وكل منبر اعلامي انه يحترم نادي الرجاء الرياضي بما فيه المؤسسات ديالو لا تكلم على رئيس لا تكلم على مكتب مديري لا تكلم على حتى شي حاجه اذا كاين واحد الحاجه سميتها انك كدير النقد النقد ديالنا واحد المساله سميتها التحليل ولكن بدون على ان هذا تكون واحد الحمله ممنهجه حتى الرجاء في المكتب المدير تشوش علينا مثال مثلا راديو مارس هنا نبداو معاهم يا راه يتقادو معنا يا حنا عارفين اش غنديرو وانا سميتهم بالاسم وانا اللي عارف اش غندير اذا اليوم انا كنجي من هنا من هاد الندوه الصحفيه العهد الصحفي شي اللي كان قبل راه مبقاش الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام بدا مع 8 وتسالي مع 12 بدا مع 3 وتسالي مع 6 حنا ماشي اونتيبيوتيك دو اسبار في الدار على صلاح الانسان ولكن الله يخليكم احترام خصو يكون للنادي الرجاء الرياضي والناس ديالو حنا الناس هادو غيبقاو خدامين المكتب ولكن حنا نقابلو هادشي وما تخلوناش نقابلو هادشي خلونا نقابلو الفرقه خلونا نقابلو النادي خلونا نقابلو واحد النادي اللي هو عنده مرجعيه تاريخيه ونادي الالقاب الى الكره الوطنيه اليوم بغيتوها تكون مزيانه خاص الراجع الوليد الجيش يكونوا مزيانين في الاضافه لاندية اخرى سمحوا لي يجي الساد اليوم لاباس لاعب واحد الراجع شيء يعني حنا كراجعويين يعني ما يعجبناش الحال بالتالي اليوم خصنا نخدمو ونشتغلو على هاد المسائل هاد المسألة ديال ليماج خصنا نخدمو عليها ولكن هذا تعاونكم نتوما انا قلت لكم حنا نظريا المؤامرة ما بغيناش نخدمو فيها النظرية أن أننا الفشل ديالنا نعطيو للناس أخرين كون لوجيكوم ولكن صحية نجي صحابي بلاطو تلقى ناكلو وكيستخدم الراجا وكذا كذا شي غير واحد أنا كنهضر على راديو مصر مكنهضرش على شي حاجة أخرى هذا هو الوحيد اللي عندي معاهم دابا الحساب من بعد الأخرين حنا العكس عندنا حتى شي مشكل أنا هضرت على هاد الناس لأنهم من دابا بغيو يروحو للمصرف انا بعدا ماشي غير يضيعوا لي الوقت عيدوا عليا واحد الجهد كان خصني نعطيه للراجل وانا ما باغيش هادشي كنتمنى على ان السي الخليفي والسي اللي باكو يداركوا هذا الوضع بعد 27 لان مورا 27 غادي يقول لك كلام اخر شكرا اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك